المرأة المصرية لو احنا اتكلمنا هو كلمة السر لتطور أي مجتمع هي المرأة. ده حقيقي. بما إني دكتورة في علم النفس وعلم الاجتماع ودرست طبقات المجتمع من وأنا طالبة ومعيد ومدرس مساعد ومدرس، عرفت إن المرأة المصرية عشان تطوري أي مجتمع اديها الحق في إنها تكون واعية. ليه بقى يا ليلى؟ هقول لك على حاجة. المرأة الواعية هي اللي بتطلع جيل واعي. المرأة المقهورة اللي بتشعر بالقهر هي اللي هتطلع كل طاقة القهر وهذه الطاقة في نشأها أو في جيلها. طيب لما أنا كنت في استاد القاهرة وقلت إن الإرهابي أصبح إرهابي لأنه فقد حضن من أمه، وقلت يمكن أنا ليا الحظ إني تجرعت خلال الثمان سنين الأولى من عمري لما أصبت وأنا عندي سنة شال الأطفال، ولأسرة شديدة الفقر ما كانش عندنا حتى ثمن الكرسي المتحرك، فكنت أعادي على الأرض. كان مين هي التي تحملني؟ هي أمي. فمن أحضان أمي ومن جرعات الحضن ده ومن ضربات قلب أمي أصبحت هذه الفتاة التي أمامك، اللي هو إيه، سلالم مش مهم، تحدد الصعاب يلا نمشي، بدعم من امرأة مصرية قوية. وده مش هقول يا جماعة، لأن أنا عايزة كل امرأة ترفع رأسها وتكون عندها ثقة في نفسها. دورك لا يقل عظمة عن دور أي رجل عظيم. إحنا هنا مش في تصارع أو في خلاف، إحنا بنكمل بعض. فالمرأة اللي بتقول أنا ست بيت أنا ربة منزل لا أعمل، لا حبيبتي أنت بتعملي وتعملي. صحيح. فأرجوكم يا أمهات مصر وأرجوكم يا عظيمات مصر، النهاردة مصر محتاجاكوا جدا جدا جدا، كتف في كتف. هتقولي هي هنعمل ايه لمصر؟ لا هتعملي كتير جدا. وعي ابنك ينزل، وعي بنتك تنزل، انت انزلي، انت كوني القدوة والرول موديل عشان تنزلي. اوعي تقولي هي جات عليا، لا هتيجي عليكي. لما كل واحد يقول هي جات عليا، طب هنعيش في عالم من كل واحد انا مالية، كل واحد هيقول انا مالي. طب انا امبارح خدت كارما بنتي اللي عمرها 7 سنين ورحت ومصرة، لأن أنا عارفة أن الانتخابات الجاية هيكون عندها 13 سنة هتكون مرحلة وعي عظيمة عدتنا. قلت لها يعني بدون قطع كلامك، المشهد ده الحقيقة احنا شفناه متكرر مش مع حضرتك بس، لكن فعلا الأمهات بيحرصوا ياخدوا أطفالهم.